يا بت يا كاميليا، مش هتبطلي تلعبي بالمكياج بتاعي؟ لا صدقيني يا ماما، انا ما عملتش حاجة. تعالي تعالي معايا اغسل لك اللي كتبتيه ده. شفتي شفتي يا ماما، دي مش بتتمسح ابدا. كاميليا، هو ايه اللي مكتوب عليه كده وليه سايباها كده؟ دي مس دي مس وحمة طالعالها من وهي صغيرة. شكلها عليها لعنة ولا حاجة. مالكمش دعوة بيا يا بنات، احنا لازم نتخلص من البنت اللي اسمها كاميليا، احسن تطلع لعنة ولا حاجة وتأذينا كلنا. كاميليا يا كاميليا، بتكلموني؟ ايوه بنكلمك، ايه رايك تطلعي معانا؟ احنا طالعين نتفسح ونتسلق الجبال. انتوا اصلا ما بتحبونيش. يا كاميليا خلاص بقى، المسامح كريم. ماشي، انا نفسي اتسلق الجبال قوي. زقوها زقوها بسرعه. انت بتعملوا ايه؟ اي ايه اللي حصل ده؟ ايه ده 99؟ طب ازاي ماما؟ كاميليا انت فين؟ انت عايشة؟ ايوه انا كويسة، اصحابي رموني من فوق الجبل والعلامة بقت 99. ماما دي تقريبا عدد الارواح اللي عندي. عدد الارواح؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ ماما انت رايحة فين؟ هروح اكلم البوليس اقوله انك رجعتي وانك كويسة. طب بصي الجروح اللي فيا. جروح؟ مفيش حاجة في وشك، مش هتبطلي بقى تعريف قصص؟ ازاي؟ ايه ده؟ فعلا الجروح اختفت، معنى كده ان انا عندي قوة خارقة وبقدر اتعالج بسرعة. انا لازم احاسبهم على اللي عملوه فيا. صباح الخير. ايه ده؟ طب ازاي؟ انت ما متيش؟ ايوه ما متيش. انا مش قلت لكم دي شكلها كائن فضائي، احنا لازم نخلص منها، انا اللي هموتك بنفسي. ايه ده؟ انت هتعملي ايه؟ ايه ده؟ مالك؟ انا كويسة، خدني المستشفى بسرعة، انا بنزف. حاضر حاضر، انا بطلب الاسعاف اهو. ايه ده؟ انت ازاي قمتي؟ الرقم ده هو عدد الارواح اللي عندي، اصحابي بيحاولوا يتخلصوا مني وفي كل مره مش بموت، بس الرقم ده بيقل. وهم عايزين يموتوكي ليه؟ مش عارفه، هم خايفين مني، بيقولوا عني ان انا كائن فضائي وممكن اذيهم. طب خدي بالك، عشان هم كده اكيد هيحاولوا يموتوكي تاني. انا كده لسه عندي 98 روح. بس انت لازم تبلغي البوليس عشان ما ياذوكيش تاني. انا عندي خطه، بصي انت هتروحي لهم وانا هصور اللي هيحصل. اوكي، بس ده هيكلفك روح تانيه. انا خايفه. ما تخافيش انا هبقى معاكي. استنوا عندكم، انا عايزه اعرف انتوا ليه كل شويه بتموتوني. الحقوا دي طلعت عايشه، سيبوني عليها. يلا اهربوا بسرعه. ايه ده؟ استنوا، دي صحيت تاني. انتوا شايفين الرقم بتاعها بيتغير. إيه انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. انا هثبت لكم، انا هضربها تاني ورقمها هيقل. لا انت كويسة؟ شكرا انك انقذتني. البنات دول بيقولوا ان عندك 97 روح، يعني ايه الكلام ده؟ لا اكيد الكلام ده غلط، هم اصلا بيكذبوا بيحاولوا يموتوني. امال ايه الرقم اللي مكتوب عليه كده؟ رقم؟ دي اختي الصغيرة كتبت عليا رقم. عادي، باي باي. استني عندك، مش هتمشي غير لما نشوف الموضوع ده. حاضر، هنعملك اختبار كشف كده. حاضر، يلا اتحركوا قدامي. حاضر. كاميليا ماما، عملوا فيك ايه يا حبيبتي؟ عملوا فيك ايه؟ انا كويس، ما تقلقيش عليا. اهي كده بقت زي كل الناس. بيقول ايه الراجل ده؟ يعني ايه؟ ودلوقتي بنتك هتعيش بروح واحدة.